موضوع بيهم كل واحد فينا. Literally كل واحد فينا، كلنا بنستعمله طول الوقت سواء تبعنا او تبع غيرنا. هو هيك اول ما نلاقيه بالجو، ايش بك يا ولد تبان ياو، لقيت واي فاي مفتوح. اصدقائي وحبايبي، احلى عالم وألى صنف بشري بمجرة التبانة وما حولها. احساس رائع لما واحد يكون محشور على واي فاي، بده واي فاي، بدي افوت على الانترنت يا جماعة. هلأ في ناس بيكون عندهم حلم انهم يلاقوا واي فاي بالطريق ويقدروا يستعملوها، غيرهم تقريبا ما عندهم هاي المشكلة. كيف؟ ليه هدول عندهم الموضوع مجرد حلم بالوقت اللي هدول هالموضوع هذا بالنسبة لهم مجرد وقت؟ باختصار لانه هدول بيعرفوا شيء هدول ما بيعرفوه، بس اليوم اللي بيعرفوا هدول هو اللي هيعرفوا هدول، كله هيعرف كله. خلص وصلنا ب 2018 ولسه في ناس ما بتعرف كيف تهكر واي فاي. Come on seriously. نعم هو الموضوع بينه وبينكم معقد شوي. بالنسبة لهدول اللي بروحوا بدوروا على برامج على الاب ستور او الماركت تبع اندرويد، ما بعرف عنكم، بس هل تتوقعوا هاي البرامج بتشتغل؟ هلا بالنسبة لي صراحة ما بعرف، لاني ما فكرت اسوي داونلود لاي واحد فيهم واجربه عشان اهكر واي فاي لسببين. الاول انه في عندي واي فاي بالبيت، والثاني انا مش محتاج برنامج من الاب ستور او من الماركت تبع اندرويد عشان افوت على واي فاي. انا عم بقول عن نفسه هاكر ومنزل فيديو اسمه رسالة هاكر وشايف حاله علينا. اولا من اول فيديو سويته انا ما حكيت عن نفسي هاكر، انا يمكن ويمكن لا وفيديو رسالة هاكر اللي نزلته من كم يوم هذا عبارة عن طريقة تفكير انه كيف المخ الهاكري شغال. الهاكرز هيك بيفكروا، والفيديو كلامه حلو ومزبوط، الغرض منه انه الناس تستفيد والكل يعرف انه اذا ما انتبهوا هو على الانترنت واحد من هدول الهاكر ممكن يترصده او يترصدها وعن جد يكون لهم لعنة. Come on yo. يعني الناس اللي مصغرين هذا وهدفهم بس يعترضوا ويخلوا الموضوع تحدي. روقوا يو روقوا، ماشي ماشي. ونرجع لموضوعنا، الفترة الجاية رح تكون عن الواي فاي كراكينج، والفيديو اللي قبل هذا تكلمنا عن الاكسبلويت. احنا ماشيين بخط يو، وعندنا كالي لينكس واريد مسويين انستول للميتاسبلويت، بس عشان نكون بالسليم موضوع الواي فاي هذا كمان لازم يتغطى، نفهمه مزبوط قبل ما نفوت بالتولز تبعت كالي لينكس. فرقوا لي حالكم ويلا بينا. الواي فاي شيء موجود بالجو، بتلقطه اجهزتنا ومن خلاله بنفوت على الانترنت، لوجيك يعني. واكيد الكل عارف الكلام هذا ولا لا؟ لا يا خبتي. المهم هذا الشيء اللي موجود بالجو اسمه واي فاي، اكيد صاحبه مين ما يكون مش حيخليه هيك مفتوح سبيل لوجه الله. بس بيني وبينكم احيانا بتصير، انا عم بقول احيانا، وكمان بيني وبينكم احيانا كتير، بس هذا هلا مش موضوعنا، بس اكيد شوي لقدام حنحكي فيه ونعرف ليه هدول بخلوا الواي فاي تبعهم اوبن للجميع علشان مين مكان يشبك عليه، او حتى مش مين مكان، احيانا بيكون الموضوع مقصود انه ينفتح فري واي فاي بهذا الوقت المحدد اللي هذا الشخص محتاج فيه واي فاي تبا يو. وبعدين مع هالنقاط الفرعية هاي اللي بتضل تقاطعنا كل شوي، تعالوا نركز بموضوعنا الاساسي يو. فقلنا انه صاحب الواي فاي هاي مين ما يكون محتاج انه يحط حماية لهاي الواي فاي تبعته. بالوضع الطبيعي الواحد مش راح يروح يشتري مودم ويدفع حق اشتراك الانترنت، خلينا نقول سريع، عشان يجوا العالم مين ما يكونوا يشبكوا على الواي فاي تبعته ويحرموه انه يستمتع بالسرعة اللي هو عم بدفع حقها، يعني not fair يو. فعموما كل شيء بتعلق بالحماية بالنسبة للواي فاي موجود بست اشكال، واليوم حقول لكم هاي الست اشكال، والفيديوهات الست اللي جايين حنفصل كل واحد فيهم بفيديو خاص فيه، واكيد زعتر حيكون معانا. وانا قسمتهم لستة لانه كل واحد فيهم له طبيعة تقريبا مختلفة عن التاني وطريقة الكراكينج تبعته مختلفة عن التاني. كراكينج ايوه كراكينج، لانه حشرح لكم طريقه السكيورتي المطبقه بكل واحد من هاي الست اشكال وشو التولز اللي الهاكرز بيستعملوها عشان يسووا كراكينج لهاي الواي فاي ياو بالتفاصيل. فالكالي لينكس حيشتغل معانا الفتره الجايه، وهدول هم
WEP Security Wired Equivalent Privacy. هاي تقريبا اول سيكوريتي ميثود اخترعوها للواي فاي، وزي ما قلت لكم بالفيديو هذا مش حكتر كتير حكي عنهم، بس اللي حاطط ويب باسورد على الواي فاي تبعته فانا بتوقع انه نص الحي عندكم بيستعمل الواي فاي تبعكم. 2 WPA WPA 2 Wi-Fi Protected Access. ومنطقيا هاي الميثود الجديدة اللي اجت بعد ال WEP يعني سيكيور اكتر، بس اكيد مش 100% يعني مش سيكيور 100%، بس اكيد طبعا احسن 100 مرة من ال WEP اللي هي الاولى. 3 Mac Address Filtering. الماك ادرس عبارة عن تبع الواي فاي كارد اللي موجود بالأجهزة، وحنتكلم على تفاصيلها بالحلقة تبعتها. بس يو، الكراكينج بالماك أدرس من أحلى الأشياء اللي ممكن تسمعوها، لذيذة ممتعة مسلية مرة جدا. 4 الهيدن واي فاي. يس هاي كمان طريقة سيكوريتي دا، وإلها الفايدة تبعتها وإلها طريقة الكراكينج الخاصة فيها. هو أنت فاكر لما تخبيها مش حقدر ألاقيها؟ 5 WPA2. ما احنا قلنا WPA و WPA2، اصبروا علي. WPA2 مع WPS enabled. WPS شغلة تنضاف على WPA2 بتخليه more secure، وهاي مستفز مرة جدا يو، قصدي secure مرة جدا. واخيرا وليس اخرا الopen network، قلتلكم هاي لازم نتكلم عليها. ليه ناس بيخلوا النتورك تبعتهم مفتوحة؟ إذا كانوا قصدين يخلوها مفتوحة لسبب أو لآخر alright that's fine، بس مش fine مع الكل. على فرض إنه الزلمة صاحب الواي فاي سيبها مفتوحة بحسن نية، حيجي واحد بسوء نية ويهكر هاي من غير ما يأثر على الإنترنت. بس في شيء الهاكر بيسويه بيخلي هاي الواي فاي المفتوحة للجميع تصب بمصلحته، وكله حنحكي فيه بوقته، وهدول هم الستة اللي رح يكونوا موضوعنا بالأيام اللي جاي. بس يو، ما بضر أبدا الواحد ينزل له فيديو هيك ولا هيك يكون برا هاي المواضيع، ولا إيش رأيكم أنتوا؟ يعني يو تغيير حلو. إذا ضلينا نرص في هالسيكوريتي والهاكينج والهاكينج يو كلنا حنطفش. فالتغيير والتنويع جود وبيسوي ريفريش لهذا، فمش ضروري كل ما واحد ينزل شيء مختلف شوي يعني السيكوريتي والهاكينج نسمع لنا كمان مسبه. alright وthat's it. وبآخر الموضوع وكالعادة ربي يسعدكم ويوفقكم كلكم. بس تبا ايش الخشة الأليمة هاي؟ شغلة أخيرة، لو الواي فاي تبعكم سريع أو لساتكم تشبكوا كيبل عشان تشغلوا الإنترنت، أو شو هو الإنترنت أصلاً؟ وعلى فكرة سؤال مهم، شو هو الإنترنت أصلاً؟ بكل الأحوال بتسووا لي لايك شير سبسكرايب وسلام. أيوة كده يا وديع. أسمع أو حتى بس أستنى. حياتكم بين إيدي وصرتوا تتمنوا الرحمة، لا تلوموني، أنتوا سمحتولي أكون لكم لعنة. بس لا، مش كلنا سيئين وأهدافنا هيك رمة. القصة باللي فيها إنه منعرف شيء أنتوا ما بتعرفوه، وهدفي أفيدكم وما تعملوا اللي عملتوه. الهاكرز زي أصابع إيدكم، مش كلهم بفوت فيهم دبلة الخطبة، فيهم اللي بيحول أحلامكم كوابيس لو غلطتوا معهم بكلمة، وفيهم اللي بفيدكم حتى لو كنتوا ما بتعرفوا شو يعني كلمة برمجة. وغيرهم شوي بيتشيطنوا وشوي بيكونوا أرق من الوردة.